حضرتك فتحت باب الكلام عن استقبال موسيماني للعيبة وهي خارجة يعني بعد التبديلات اللي حصلت ومع نهاية المباراة، برضو من اللقطات اللي كانت ملفتة جدا للنظر لقطة خروج أحمد حسن وإنهائه لمشوار حافل بالعطاء وحافل بالنجاحات مع أحمد فتحي ويعني كانت لقطة مميزة جدا جدا، وبرضو كان تاتش لطيف جدا هو لغاية آخر لحظة مع مشواره مع النادي الأهلي محتفظ بإشارة الكابتن، ودي برضو أكيد نقطة تتحسب للنادي الأهلي اللي خلاه يلعب لغاية آخر لحظة فعلا واستمر ككابتن للفريق. شفت اللقطة دي إزاي وخصوصا إن هي انتهت باستقبال موسيماني دي بالأحضار؟ ده هي بتساوي وفاء، بتساوي وفاء وأمانة وحب الولد اللاعب الكبير ده، اللاعب العظيم. أنا كنت من أشد المعارضين إنه هو يمشي، لأنه أنا الراجل ده من الكباتن القليلين جدا في تاريخ مصر اللي هيبقى يعني حاجة رائعة جدا. قد إيه هو كابتن ومحبوب جدا من زمايله، ودي عملية بتبقى يعني شقين، يعني أنا بخاف منك وبحبك. في حتة الكابتن دي أنا ببقى بحترمك جدا وبحبك جدا، بس برضو لما هتقول لي حاجة في الملعب أنا هنفذها. فالحتتين دول المنظر بتاعه وخارج الحقيقة هو ده النادي الأهلي الكل، من حتى العمال. شفت العمال بتحضنه ازاي؟ طبعا يعني مش زمايله بس، اصل هو تاريخ فعلا مع النادي الاهلي ده، يعني بعيدا عن امكانياته بعيدا عن تميزه كلاعب هو كمان ليه يعني ايادي بيضاء مع النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي برضو طبعا يعني طبعا ما النادي الاهلي بيضيف لاحمد. احمد كان قبل كده بيلعب في الاسماعيلي ولعب في اكتر من نادي وراح قطر، لكن لما جه النادي الاهلي اعتبره وهو اعتبر نفسه من ولاد النادي اللي هو الاهلي اللي هم متربيين في بين جدران النادي الاهلي. هو النادي الاهلي طبعا اداله الاسم والشهره والمنتخب والاحتراف بره، وفي نفس الوقت احمد من ضمن الاسماء اللي هتبقى في يوم من الايام كوادر من الكوادر الكبيره قوي في النادي الاهلي. يعني هيروح بيراميدز سنه اثنين، لكن هو خرج من الباب الكبير، يعني خرج من الباب طبعاً اللي فيه طبعاً احترام. وده برضو بيدل على ان احمد فتحي بيساوي رجل محترم لاخر ثانيه بيلعب. امبارح ما فيش غلطه، ما فيش تمريره غلط، ما فيش التحام نص نص. ده ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كان ممكن واحد تاني يقول لك انا ماشي بقى خلاص مش مشكله، ايه اللي العب ليه؟ انما ده راجل ما يعرفش يهزر، يعرف ان كل عمله فيه اتقان، كل عمله فيه احتراف. هو طبعا انا علاقتي بيه علاقه فوق الممتازه، وانا اعرف ان احمد تربيته متربي صح، وجوه النادي الاهلي من اول اصغر عامل لرئيس النادي كلهم بيحترموه. شفنا كابتن خطيب لما بيطبطب عليه وهو بياخد الدرع، حاجه كانت طبعا من الحاجات الملفته جدا.